أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن مدرسة جديدة من مدارس بديلة الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية، وهي مدرسة السكة الحديد، ونشوف مع بعض الأوراق المطلوبة وشروط التقديم وكافة التفاصيل، ونبدأ إن شاء الله على بركة الله. مدرسة السكة الحديد هي طبعا بعد الشهادة الإعدادية مباشرة بيبدأ الناس طبعا يقدموا أو يدوروا على مكان غير طبعا الثانوية العامة. من هذه المدارس المهمة واللي ناس كتيرة بتبحث عنها هي مدرسة السكة الحديد، ودي بتتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل طبعا على تأهيل الطالب وتجهيزه للعمل بالهيئة القومية للسكة الحديد. شروط التقديم في مدرسة السكة الحديد بعد الشهادة الإعدادية، أول شرط أن يكون الطالب لا يزيد سنه عن 18 عام، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية، وطبعا في اختبارات شخصية واختبارات طبية وكشف طبي، وطبعا لازم يجتاز هذه الاختبارات وهذه الكشوف. بالنسبة لطريقة التقديم، التقديم بيكون باليد وليس عن طريق البريد، والتنسيق في مدرسة السكة الحديد حوالي 210 درجة، وطبعا هذا التنسيق متغير من عام لآخر حسب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام، وحسب طبعا كل محافظة. طريقة القبول بعد النجاح طبعا في الاختبار وبعد النجاح في الكشف الطبي، يتم قبول الطلاب وفقا للمجموع الأعلى، يعني جاب مجموع أعلى بعد اجتياز الاختبار الشخصي والكشف الطبي له الحق في دخول هذه المدرسة. خلال فترة الدراسة هناك معسكرات وفي مساكن في معهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد. تكون مدة الدراسة بمدرسة السكة الحديد 3 سنوات، يعني تعتبر دبلوم فني، ويتم التعيين فور التخرج بهيئة السكة الحديد، ودي ميزة طبعا مهمة جدا. الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس السكة الحديد، طبعا هناك عدد من الأوراق لازم تكون جاهزة عشان نقدمها، وزي ما اتفقنا التقديم هيكون يدوي ولا ينظر إلى التقديم عن طريق البريد. أول حاجة أصل شهادة الميلاد، أصل الشهادة الإعدادية، أصل بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وعدد 4 صورة شخصية. يبقى دي أهم الأوراق المطلوبة في عملية التقديم. طبعا التنسيق بيتم الإعلان عنه دايما في شهر 7، وطبعا على أساس التقديم بيكون للعام الدراسي الجديد، يعني التقديم في شهر 7 يبقى على طول العام الدراسي الجديد هيبدأ الطالب إذا نجح طبعا واجتاز الاختبارات يكون طالب في مدرسة السكة الحديد. وزي ما اتفقنا التنسيق بيختلف من عام لآخر حسب نسبة النجاح، ويختلف من محافظة لأخرى حسب نسبة النجاح في كل محافظة، وعشان كده طبعا لازم نكون متابعين هذه العملية. نيجي بقى على طريقة التقديم في مدرسة السكة الحديد. يجب أن يتم تقديم الطلبات باليد ولا يلتفت زي ما قلنا لأي طلب بالبريد. يجب مراعاة المواعيد المحددة لكل محافظة، طبعا هيعلن عنها، ويمكن التقديم في هذه المواعيد في كل واحد في محافظته، وطبعا أول ما يتفتح باب التقديم بيتم مباشرة الإعلان عن هذه المواعيد، يبقى كل واحد يلتزم بالمحافظة بتاعته. نيجي بقى على أماكن التقديم، نقدم فين؟ الطالب طبعا بيجهز الأوراق اللي اتفقنا عليها وقلناها. بالتقديم طبعا كل واحد حسب موقعه الجغرافي، يعني لو اتكلمنا على القاهرة الكبرى في القاهرة والجيزة والأيوبية، دي أماكن تقديم. لو اتكلمنا عن وسط الدلتا هنلاقي في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية. لو اتكلمنا عن غرب الدلتا هنلاقي اسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. شرق الدلتا عندنا الشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية. في المنطقة الوسطى أسيوط وبني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج. أما المناطق الجنوبية في عندنا قنا والأقصر وأسوان، يعني تقريبا موجودة في معظم محافظات مصر، وزي ما اتفقنا كل محافظة لها مجموع، وزي ما قلنا التقديم بيكون يدوي.
بكده يبقى احنا خدنا فكرة عن مدرسة من مدارس بديلة الثانوية العامة ومدرسة السكة الحديد. طبعا في مدارس أخرى كتير جدا، عندنا حوالي 37 مدرسة أو أكتر، وموجود على القناة شرح تفصيلي لبعض هذه المدارس، ممكن ندخل ونشوف عشان نقدر نختار المدرسة إن شاء الله اللي احنا هتتناسب معانا، وربنا يوفق أبنائنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.